يا هلا ومية هلا بمشاهدين ومتابعين قناة زاكروس الفضائية. احنا اليوم متواجدين في احد مولات العاصمة بغداد، ومثل ما تعرفون كل سنة عن السنة اللي تسبقها يكون اكو تغيير بموديلات الملابس الشتائية. فموضوع جولتنا لهذا اليوم شلون نشوف اقبال الناس على الملابس الرجالية او الملابس الشتوية بالخصوص، وشون احدث الموديلات واحدث الالوان المتطرق لها خلال هذا الموسم. خليكم ويانا حتى نوافيكم بالتفاصيل. مرحبا. مرحبا يانا، اهلا وسهلا. شلونك؟ حياك الله. بالبدايه عرفنا بنفسك. محمد علي صاحب المحل. اولا شرفت بيك. شغله ثانيه، شلون نشوف اقبال الناس على الملابس الشتويه؟ والله حاليا يعني الاغلب مكثور، والمرغوب اكثر شيء اللي هي بدت البهاريات كتيشيرتات بلوزات، يعني اكو يجي خيط اكو يجي خيطين، يعني هاي البدايه. من ناحيه البناطير غير زين، اكو يعني ده اشوف اكو اقبال قوي او مثلا فالقدره الشرائيه موجوده افضل من السابق؟ والله بالعكس، سنه بعد سنه جاي تعب الشغل يصير اكثر، خاصه تعرف فوضى الدولار وصل 170 167، فالعالم من يشوف هيجي تفكر للبعيد، واخر شيء يجوز يقوم يفكر بين ملابسه الشراء. شوف اقبال الناس على الملابس الصيفيه اكثر لو على الملابس الشتويه؟ والله الشتويه اكثر، يعني تصير تعرف يصير لك واهس باللبس من ناحيه الالوان، من ناحيه التطريز، من ناحيه الترهيم، تقدر تلبس قميص فوقها شاكيت فوقها شيء، فالصيفي قطعه واحده قطعتين يعني يكتفي بها. بالشتوي احلى كملابس، احلى وكش قوة شرائية أفضل، بس حاليا على وضع الدولار هذا زين. بالنسبة للملابس وألوانهن، شلون بما أنه طرقت لموضوع الترهيم، شلون ترهمون الملابس أو شلون يعني تقنعون الزبون أنه يغير الألوان اللي معتاد عليها أو يطرق المواضيع أو ألوان جديدة؟ أكيد هو من يشوف شيء مو مثل ما يلبسه يشوف الألوان، يشوف التدرجات مال الألوان، يعجبه كذا وكذا وكذا، بس لكن من يلبس الترهيم يصير أحلى، تبدي تغير لقطعة. لازم يعني مثل ما نقول السيت يكون شيء متراهم، شيء مقارب على شيء، مو يلبس مثل أزرق فوق جو يعني حي الله، لا ترهيم يعني مثلا فوق رصاصي جو رصاصي أطوخ، كسرة بقميص ويا ربطة ويا سترة. مين تستوردون بضاعتكم؟ تركيا. زين، ليش اغلب المحلات حاليا هسه يتطرقون انه يشترون الملابس من تركيا، او مثل ما نقول هسه عاده اغلب المحلات يقولون الصين وتركيا، ليش؟ صح، يعني من ناحيه الصين هي اهم بضاعتها جدا راقيه، لكن بعيده واستورادها شويه صعب. اما تركيا قريبه وبنفس الوقت كوبي اوريجينال. زين، تقدر تشوفنا شنو احدث الموديلات اللي موجوده عندك وشنو الالوان اللي دا يتطرقوا لها الشباب بالوقت الحاضر؟ الاغلبيه هيك يعني مثل هيك ترهيمه، قميص فوق جاكيت ويا رباط، على بطرون جينز او على بطرون قماش يكون افضل، جوا بطرون يعني نيلي بالدرجه الطوخ، شيء مرتب ورسمي يعني اذا كان دوام واذا كانت مناسبه. زين، بالنسبه للتيشيرتات او القمصان شنو الخامايه اللي مرغوبه اكثر شيء بهن؟ المرغوب مثل التيشيرتات مثل هيك خامه بهاريه، يصير خيطين يكون هيك خامه متصوف جدا راقيه، منقول اوريجينال ماستر كواليتي. زين، اكو فد موديلات او يعني فد نوعيه من القماش تغطي عيوب الجسم او مثل ما نتطرق لها بالعراق تغطي الكرش؟ مثل هيك شيء، هذا القديف هذا حتى ما يحب كوي، هيك شيء هاي خامش قد ما تعقد او شيء مثل ما نقول ما بيه نسبه ليقر، ونفس الوقت ما مخصر يجي يعني نقول القطعه ذاب بنفسها على الجسم. بالضبط، اللي هو احنا نقول قالب الريجولار مو الاسلم. هاي بالنسبه للاقماش. زين، اكو فد الوان هم تغطي يعني او تغطي او نقول الستاندر هو الاسود، بس لكن اكو احلى من الاسود، سيد الالوان هو الاسود، مثل ما نقول كلها ماخذه انه الاسود هو يضيع كل شيء، بس لكن عندك هذا الزيتوني او اللون العسلي، هذا هم ما يبين به في التفاصيل ولا يشخص الجسم. بالنسبه للستر اللي موجوده عندك شنو اكثر سحب للشباب لو يعني الكبار بالعمر؟ والله الكبار بالعمر اكيد يرغبوا الشيء الرسمي الاكثر، يرغب الشيء الرسمي، الشيء اللي يكون مخطط مربع، لكن احنا لازم يعني سنه بعد سنه لازم واحد يغير، مو نفس الموديل. احنا هاي السنه جبنا الموديل اللي محبب هيك شيء، يعني خامته تصير لهيه على بهاري، يعني شيء
ودروب 6 الريدن مالته في حال يعني اذا جت طافر الريدن مالته بمجال يعني يتوسع ويصير ردنه تمام. هذا يسمى القماش الحجري، هو اعتقد هو هذا الحجري هذا زين. بالنسبه للالوان اللي مرغوبه اكثر شيء عندك بالنسبه للستر، اكثر الوان اللي عليها سحب هو الاسود مثل ما نقول هذا الستاندر، بس لكن عندك البيجيات، عندك الجوزيات، عندك النيليات، يعني الشاكيت دائما يصير القطعه الفوق مثل ما نقول السبورت لازم انه تكون بعيده عن قطعه القاط. بالنسبه للبناطير، شنو البناطير اللي موجوده عندك وشنو افضل النوعيات اللي انت تمشي عندك او ترغب الزبون بها؟ القصه البوري والقصه الهاف بوري. القصه البوري مثل ما نقول هذا مو سكيني، يجي قصته حلوه طوله 100 الى 105 اللي مرغوب اكثر ما يجي طافر 90 وهيك شيء. اما عندي اذا 90 وطافر عندي الهايدروليك، ماركه الهايدروليك معروفه يعني على مستوى هم خامه جدا راقيه مثل هيك موديل يجي مخصر. هذا لاغلبيه الشباب مثل اللي يلبس 90 وهيك شيء يرغبوا لهذا الموديل هيك خامه. وبالنسبه للقمصان، قمصان عندي هذا الساده، عندي القميص مثل ما نقول هذا الصوف هيك شيء. تقدر تشوفنا؟ هذا عندي الوان في قياسات تصير خامي تصوف من جوا قطن، يعني تعرف الاغلبيه الاسهم حساسيه ما حساسيه فما يتحمل لهذا القماش، بس هذا جدا طبيعي يعني ما ياثر على هاي الامور. نشكرك قلبي وشاكرين فضلك على هاي المعلومات الحلوه اللي اعطيتنا اياها. شكر لله اخوي، انا احب اشكركم واشكر كادر قناتكم، رحم الله والديكم تعبناكم يعني. ولهنا وصلنا وياكم من نهاية جولتنا، كان معكم علي محمد، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.